مشاهدي لو 360 مرحبا بكم معنا في الحلقه الاولى من نايت اوف هوليوود واللي من خلاله غادي نتعرفوا على حياه العديد من المغاربه الناشئين في امريكا. والضيف ديالي اليوم هو شاب مغربي جابوا الحلم ديالو من مراكش لهوليوود اللي قدر يلبس فيها العديد من المشاهير الامريكيين منهم جينيفر لوبيز، لاتويا جاكسون وايفا لانغوريا. مصمم الازياء المغربي هشام بن سليمان. هشام سليمان مرحبا بك معنا في 360. اول حاجه بغينا نعرفو كيفاش دخلتي عالم الازياء؟ اول حاجه شكرا سيمو على الاستضافه ومرحبا بكم في المحل ديالي ذا رويالز بيفرلي هيلز. البدايه ديالي في عالم الازياء كترجع لفاش كنت عندي 13 سنه. كنت كيعجبني الازياء، كيعجبني نشوف الازياء في التلفازه في لي ماغازين، كنشوف شنو هو الجديد وهذاك كان هو الالهام ديالي. كنشوف هوليوود ولي زوسكار والغريميز وبديت كنرسم. كنعقل كنت الناس كيديروا لي زيكزيرسيس ديالهم وانا كنرسم وكندير سكتشز. من تما بدات القصه ديالي مع الازياء و ايفونتيونمون درست في مدرسه ديال الازياء. الحمد لله وير هير. من مراكش الحمراء الافخم بلاصه في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي بيفرليس واللي احنا فيها دابا، كيفاش دزتي لها؟ من مراكش لبيفرلي هيلز هي قصه طويله، قصه فيها تعب وفيها اراده. فاش ساليت الدراسه ديالي وخديت الباك ديالي في مراكش مشيت لفرنسا، وهذا كان شيء صعيب بزاف عليا باسكو الوالدين ديالي والانفيرونمون جينيرال هي في المغرب ما كيعتبروش ان الازياء هو مجال كيتاخذ بعين الاعتبار وانه مجال اللي هو سيريو. دونك كان عندي صعوبه انني نقنعهم بان هذا هو المجال اللي بغيت نتبع. دونك في الاخر قالوا لي واخا ومشيت لباريس وكملت الدراسه ديالي. ومن بعد جيت للامريكان، مشيت نيويورك ودرت الترجمه ديال الدبلوم ديالي. من بعد مشيت لميامي وبديت كنخدم مع ماركات عالميه في الديزاين. الحمد لله وليت كنخدم مع دي سيليبريتي هنايا، كندير لهم ازياء الاكبر لي زيفينمون اللي كاينين هنايا بحال لي زوسكار ولي غريميز. من بعد بديت بشويه كندير الاسم ديالي هنايا و ايفونتوالمون حليت المحل ديالي اللي هي ذا رويالز. اي فوالا حليت محل باريس وواحد محل بيفرلي هيلز. شنو ردة الفعل الكليان ديالك الامريكانيين اللي ملي تعرفوا انك مغربي وصلتي لهاد المكانه هادي؟ هو الحمد لله هذا الشيء كيفرح بان لا رياكسيون ديال الكليان ديالي فاش كيعرفوا انني مغربي. انا بعدا ديما كنقول لهم بانني مغربي وكنقولها في جميع السوشيال ميديا ولا في لي انترفيو اللي كنعطيهم هنايا، وكنفتخر بزاف انني نكون مغربي. والحمد لله هنايا كيقدروا المغاربه وعندهم نظره زوينه على المغرب، وكنحاولوا دو بلوز اون بلوس اننا نقدموا المغرب احسن صوره. واشاك فوا الا كان عندي لوكازيون كندي معايا دي كليون ديال المغرب كوسوسوا دي سيليبريتي ولا دي كليون عاديين، وكنحاولوا نقدموا المغرب احسن صوره. عرفنا اكثر على مجموعه الازياء ديالك. مجموعه الازياء ديالي مرتبطه بعالم المشاهير وعالم الفن. كنستعمل بزاف لي بايت، كنستعمل بزاف سواروفسكي ولا برودري. دونك كل ما هو فاتن وكل ما هو بحال كنقولوا في المغرب عاتر العين بوغ هاد لي زيفينمون اللي كيكونوا هنايا ولا في الانترناسيونال في العالميه اون جينيرال. دونك كنستعمل بزاف هاد لي ماتيغ. واش اللمسه المغربيه حاضره في الازياء ديالك؟ اللمسه المغربيه كنحرص انها ديما تكون حاضره في لي كوليكسيون ديالي في مجموعه ديال الازياء ديالي اللي كندير كل سيزون. هي ماشي اللمسه المغربيه غير دي بتي ديتاي اللي كنبغي نفكر بهم الناس بانني راه مغربي والديزاينر اللي مورا لا مارك مغربي، وكنحرص انها تكون في شاك كوليكسيون. عدد كبير من الزبناء ديالك
من مشاهير هوليوود، كيفاش وصلتي لهم وكيفاش دايره العلاقه ديالك معاهم؟ كل وحده ولا واحد منهم تلاقيت معاهم بظروف ديفيرونت. كاينين شي وحدين اللي تلاقيت معاهم عبر الاجون ديالهم ولا المانجر ديالهم، كاينين شي وحدين تلاقيت معاهم بديزيفينمون، وكاينين شي وحدين اللي سمعوا بالاسم ديالي ولا شافوا الديزاينز ديالي كوسوا في السجاده الحمراء ولا في شي ايفينمون ولا شي فيستيفال، وكيعيطوا ليا كيقولوا ليا راه كيعجبني شنو كدير بغيتك تلبسني لهذا ليفينمون ولا هذا ليفينمون. دونك علاقتي معاهم مزيانه، الاغلبيه ديالهم انا وحنا اصدقاء اكثر من داك لا غولاسيون ديال هير ديزاينر وكليانت. دونك الحمد لله لقيت بلاصتي هنايا بيفرلي هيلز والناس كيقدروا شنو كندير وهذا كيفرحني بزاف. كمصمم ازياء مغربي في الميريكان كيفاش دايره العيشه هنا؟ العيشة هنا مزيانة صراحة. كمصمم أزياء كنلقى راحتي هنايا بزاف. أنا كنت درت نفس المهنة في فرنسا في لوروب اون جينيرال ودرتها هنا، وهنايا كنحس براسي بحال جو سو شي موا، أنا في ليليمون ديالي. كمصمم أزياء كنلقى بأن هنايا كيعطيو فرصة بزاف للفنانين والديزاينرز بصفة خاصة. كان نقدر نعبر على الالهام ديالي على الفن ديالي على النظره ديالي للفاشن بكل حريه، وكنحس بان الناس هنا كيقدروا هذا الفن اللي كتقدم للبوبليك، وفاش كيشوفوك اوسي هنايا عندك موهبه كيعاونوك كيطلعوا بيك وكيامنوا بالموهبه ديالك، وهذا شيء كيعاون بزاف وكيفرح بزاف. هشام، شنو هي الرساله ديالك للشباب المغربي اللي في المغرب وباغي ينجح في حالك في عالم الازياء سواء في المغرب سواء هنا في امريكا؟ اول حاجه سمحوا لي الى شي كلمات كيفلتوا لي بالفرنسي ولا بالانجلي، باسكو كاينين دي مو تكنيك اللي ما كنعرفهمش بالعربيه. ثاني حاجه الميساج ديالي لاي واحد اللي بغى يتبع هذا المجال وبغى يجي لهنايا ولا بغى يكون فاشن ديزاينر، اول حاجه خصها تكون جايه من محبه لهذا المجال، وخصها تكون جايه من الباسيون لهذا المجال، حيت الا ما كانتش هادشي راه طريقها صعيبه، وكاينه بزاف ديال لا كونكورونس، وكاين بزاف ديال كتلقى بزاف دو بلوس اون بلوس ماركات كيطلعوا. دونك الا ما كانتش هادشي جاي من فريمون محبه وباسيون لهذا المجال راه غادي تكون طريق صعيبه وفيها بزاف ديال لي زوبستاكل. دونك هذه هي النصيحه، والواحد عمره ما يتخلى على الاحلام ديالو ويدير اي حاجه باش يحققها. شكرا هشام على جميع هذه المعلومات، ونتمنى لك المزيد من النجاح في المسيره ديالك. شكرا سيمو. مشاهدينا شكرا لتتبعكم لهذه الحلقه، ونلقاكم موعد جديد الاسبوع الجاي مع ضيف جديد في نايدا هوليوود مع سيمو بن بشير. الى اللقاء.